ب 18 نقطة خلف النصر، صاحب 19 بعد فوزه. وكرة لروما، يحاول رومارينيو يمرر كرة خطيرة اتحادية وفرصة، وكرة باولا، كرة اتحادية، كرة وحدوية، مرور والتقدم إلى الأمام، انطلاقة سريعة، كوستا يتقدم إلى الأمام، خطير جدا وفرصة، وكرة وكرة تضيع، وكرة تضيع على هيلدر كوستا الذي يريد أن يسجل هدفه الشخصي الأول في هذا الموسم. شوف الانطلاقة، شوف الكرة والتقدم. مكانة دائما مع كوستا، وكرة كنترول، الله الله لروما، اتجاه اللعب تماما على الجهة اليسرى، انطلاقة سريعة ومحاولة مرور خطير، يتقدم في كرة ويحاول في الكرات الثابتة، عرضية تلعب ومحاولة، وكروي في المكان المناسب يمسك الكرة، ولاعب عنده تجربة هنا، كرة لحمد الله، الله كنترول، مرور، فرصة، جول وتسلل، يا متسللا، كان متسللا، شوف الكرة، شوف الكنترول، يا سلام يا سلام على لقطة كبيرة من لاعب عبود على الجهة الأخرى، يلعب كرة لحمد الله، وحمد الله يتقدم إلى الأمام، سقط حمد الله، يريد أن يصوب من هذه المسافة، راحت لبخاري، عرضية من بخاري، وكروي في المكان المناسب، والكرة كادت أن تكون خطيرة. بطاقة صفراء على العبود، يلعب كرة لرومارينيو على الطرف، تغطية موجودة، وحكم المباراة يشير إلى رمية جانبية، طالت الكرة، يلعب كرة للعبود، يتقدم في كرة إلى الأمام، العبود يحاول يتقدم إلى الأمام، مر العبود، مرر الكرة لكنها قصيرة على حمد الله، وراحت من جديد، وتدخل، وحكم على المباراة، اللاعب اللي تدخل كان العبود، وحمد الله عمل كنترول ثم تقدم إلى الأمام، حمد الله، وكرة لكنها تطول، شوف راسية حمد الله، أطلق الحكم صافرته، والاتحاديين يحتجون، يريدون ضربة زاوية في الجولة الثانية. المصاب وداخش وين يتقدم، يمرر لفيصل فجر، طويلة وأمامية وخطيرة وحدوية، والجيزاني على اليمين، الجيزاني عرضية وخطيرة جدا لكن تغطية حاضر، ثم رومارينيو يتقدم في كرة، روما خطف كرة رومارينيو وانطلق، روما يمرر كرة اتحادية خطيرة، وكرة محمد خطير، منير شوف التمركز في الأمام، أكيد الاتحاد عنده قدرات على مستوى خط المقدمة. حسين العيسى، هذه كرة حسين، سريعة وحدوية، العيسى يمرر ولكن طويلة على يودا، يمرر للعيسى، يحاول يمرر كرة وفرصة وحدوية خطيرة، العيسى في محاولة من أمام تغطية، لكن كل المحاولات لحد الآن لم تنجح. شوف الفرصة الأخيرة، وشوف تحرك روما، تحرك جميل، وانو يريد أن يلعب كرة داخل منطقة إيغور كورنادو، خاطئة أو قصيرة، عادت عند كورنادو من جديد، يرسل كرة طويلة إلى الأمام عند حجازي، وكرة خطيرة، كادت أن تكون خطيرة، عاد الكرة مع حسرة كبيرة في اللقطة الماضية، ضربة زاوية تلعب وراسية، وكرة وكرة في المرمى، هدف اتحادي أول، هدف اتحادي أول، الحاجز حجازي يسجل، حجازي يسجل الأول على يمين محمدي، صعبة المرة، صعبة يا منير، حطها والله، حطها، فرحة كبيرة للجماهير الاتحادية حاضرة في ملعب المباراة، هدف للحاجز الذي استطاع أن يرتقي عاليا، يتدخل، وفرصة خطيرة لكنها تطول وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. ناشري لاعب البديل في ظل غياب روما و
كورنادو وهيلدرف رائع من جانب حجازي، استطاع أن يسجل، لم يستغل نقص الاتحاد لحد الآن. الاتحاد يتقدم وحكم المباراة سيذهب لأن يتابع اللقطة. سيستدعي جيرسون رودريغيز ويعطيه البطاقة الحمراء. نعم نعم نعم، البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء على جيرسون رودريغيز، وبالتالي الوحدة سيلعب بعشر لاعبين، ستذهب به إلى النقطة 18 وسيخطف المرتبة 3 من الهلال، صاحب 17 نقطة، يبقى الشباب 22. حمل الكرات العرضية الخطيرة وعلى يسار مارسيلو كروي، تلعب كرة عرضية، محاولة بالراس خطيرة وحجازي الحاجز يتدخل، ينجح في إبعاد الكرة، يريد أن يلعب كرة طويلة لحمد الله لكن راحت لعوض الناشري. ناشري خاطئة في التمرير وراحت لأنسيلمو، فرصة وخطيرة وكرة أمام كروي، خطيرة أحمد بامسعود كاد ينجح في إبعاد الكرة، وبالتالي يبقي هدف حجازي الوحيد في المباراة لمصلحة الاتحاد. نعم كاكي نائب الرئيس، وفرحة كبيرة لأطفال الاتحاد، فرحة جنونية بهدف الحاجز لأنه سيعطيهم النقاط الثلاث في مباراة الديربي أمام، ويريد أن يلعب كرة طويلة إلى الأمام. حمد الله عند كورنادو، فرصة للاتحاد الآن، انطلاقة من جانب كورنادو، يتقدم كورنادو، يمر كورنادو وحكم المباراة لا يشير إلى خطأ. الحاجري يرسل كرة طويلة ومارسيلو، سقط مارسيلو، كان يريد أن يصل للكرة وخرج مارسيلو كروي في التوقيت. تتابع المونديال، تشاهد البرازيل، تشاهد السعودية، تشجع من منتخب بلادك البرازيل. حمد الله واحد من اللاعبين الذين مشوار 8 مباريات والمرتبة 12 لأسيد أكرموفيتش مع الوحدة بعد خسارة مباراة اليوم. كرة لعوض الناشري، يرسل كرة للصيعري لكن طويلة أمام صيعري، يلعب كرة لمدلة، تغطية موجودة، وحكم المباراة الآن يطلق.